السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين أحبائي المشتركين من الوطن العربي الكبير، هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. قبل ما نبدأ كده يا شباب، أتمنى إنك تضغط لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعار بالفيديوهات الجديدة. تعالوا كده هنكتب بخط الثلث. النهاردة هيكون الدرس سريع شوية، فأتمنى إن حضراتكم تركزوا مع حركة سير القلم أثناء عملية الكتابة. هنكتب كده يأبى يأبى فؤادي أنا بحاول على قد ما أقدر أختار لحضراتكم عبارات وكلمات تكون بسيطة علشان اللي بيتمرن معانا يعني إيه يكون الموضوع سهل بالنسبة له. يأبى فؤادي أن يميل وأتمنى برضو يعني إيه حضراتكم تساعدوني على نشر ثقافة الخط العربي ونشر الخط العربي، لأن الخط العربي يعني إيه حقه مهضوم. يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى تعالوا كده هنشكل على السريع. يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، إلى الأذى. حب الأذية جبنا حرف اللام ألف هنا بالشكل ده عشان نعرف حضراتكم إن له شكل آخر.
هنجيبه برضو بالشكل ده، حبه حب الأذية المشكلة إن بعض الناس يقول لي إيه، ما بتنزلش خط ثلث ليه؟ نزل خط ثلث، اكتب لنا خط الثلث ونزله على القناة. ولما ننزل خط ثلث أو ننزل فيديوهات بخط الثلث تلاقي التفاعل عليها ضعيف، أو تلاقي الناس مش يعني إيه، أو بتشوفها وتريح يعني إيه، بتبص عليها وخلاص. فده اللي بيزعل يعني. فأتمنى أي حد بيتابع قناتنا وبيحب قناتنا علشان بس يشجعنا على الاستمرارية في نشر المحتوى يسيب لنا كومنت. مش عايز يسيب كومنت ومحروج إن يسيب كومنت مثلا، بدل ما يسيب كومنت حتى يعني إيه، يعمل لايك أو اشتراك في القناة، ده هيشجعنا يعني. طبع حب الأذية من طباع العقرب. دي غلط. عشان كده بقول لكم لازما وانت بتكتب، يعني في بعض الناس بيرسلوا التمرينات بتاعتهم على القناة، بقول لهم اهم حاجة وانت بتكتب خط الثلث او خط الديوان او اي خط تكتب يكون كل تركيزك في الكتابة بس. يعني انا هنا اخطأت، الياء مع الالف ما بتجيش كده، ولكنها تعدي يعني. لإيليا أبو ماضي. وبكده تكون انتهت حلقتنا. اتمنى اي حد يشاهد الحلقة للنهاية
انه يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. اني احبكم في الله، دمتم في رعاية الله وامنه. كان معكم محمد ابو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. الرابط بتاع الجروب بتاع الواتساب يا شباب، احنا فتحنا جروب بتاع الواتساب، فتحناه للنشر بتاع حضراتكم. اي حد يتمرن على المقطع اللي قدام حضراتكم ده وحابب انه يشارك بيه، الموضوع سهل جدا، شارك بيه على الجروب بتاع الواتساب. اكتب بس، اكتب واحدة واحدة، ومن الفيديو اللي قدام حضرتك تشغل الفيديو بالراحة كده واحدة واحدة، حرف الياء مع الالف وتكتب، حرف الفاء مع الواو وتكتب. وبعد ما تكتب لو حسيت انه شكله كويس اعرضه على القناة، هتتعلم معانا ان شاء الله في فترة بسيطة. وفي على القناة على الجروب بتاع الواتساب ناس هتقدر ان هي ايه توجهك وتقول لك الصح من الغلط، وتشجعك ان شاء الله على اكمال الطريق. وبكده تكون انتهت حلقتنا، اترككم في رعاية الله وامنه. كان معكم محمد ابو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. مع السلامة.